السلام عليكم يا شباب. هدوء هدوء. محاضرة النهاردة هنتكلم فيها بقى عن حاجة اسمها ايه؟ Combinational Logic Analysis. أول حاجة أو أول طريقة للإمبلمنتيشن هنشتغل عليها حاجة اسمها الـ AND OR Logic. يعني ايه؟ AND OR Logic من اسمها الدايرة كلها تبقى ايه؟ AND OR. ممكن معاها شوية ايه؟ Invertibles بس. يبقى انت بيقول لك الاند اور لوجيك هيبقى كل القصه بالنسبه لك هتعمل ديزاين بالسيركت بتاعك بايه؟ باند واور وشويه انفرترز. الاند والاور هنا هيبقى عندك يا اما الجيت نفسها اثنين انبوتس، وغالبا هيبقى معظم الجيتس كلها اثنين انبوتس فقط لا غير، تمام؟ و شويه انفرترز. طالما اند واور يبقى معنى كده ان انت بتتكلم على ايه؟ على اس O B expression، sum of product expression، صح؟ يعني ايه؟ يعني احنا افترضنا هنا ان انا عندي expression x بيساوي A B or C D. يبقى انت كل الفكرة ايه؟ ال or دي معناها or واحدة مجمعة ايه؟ كل ال and expressions. يبقى A B في AND gate، C D في AND gate، ولو عندي ترم تالت مثلا بي سي اند جيت، وهكذا وهكذا وهكذا. كل ده اند جيتس كلها ومتجمعه على مين؟ على اور جيت واحده. يعني احنا في الجزء ده المطلوب مننا ان احنا نعمل ايه؟ نعمل امبلمنتيشن لمعظم الاكسبريشنز او معظم الطرق اللي اشتغلنا بيها قبل كده. في عندنا حاجه اسمها الاي ان اس اي ستاندرد ريكتانجولر اونلاين سيمبل. يعني ايه؟ يعني الاند اور جيت لوجيك ده دلوقتي ان انا همثل اي دايره بطريقتين، تمام؟ انا دلوقتي بشرح ايه؟ الاند اور لوجيك. يعني انا بمثل الدايره بمين؟ يا اما اند اور لوجيك، تمام؟ بالطريقه بتاعتنا العاديه اللي هي جيتس هتبقى اند اور وشويه ايه؟ انفرترز. في طريقه ثانيه ماشي اقدر امثل بيها الاند اور لوجيك بس حاجه اسمها ايه؟ اي ان اس اي سيمبل. الشكل ده عباره عن ايه؟ هو ريكتانجل كده مستطيل، وكل اند جيت بمثلها بحرف الاند ده، والاور جيت بمثلها بايه؟ اكبر من او يساوي واحد. لو الاند اور جيت ده مفيش وراها انفرتر فيبقى بايه؟ الشكل ده، مفيش حاجه هنا. طب لو في انفرتر هياخد الشكل الاتي. بصوا كده، في شرطه اهي. الشرطه دي معناها ايه؟ ان الاوت فيه ايه؟ فيه انفرتر، تمام؟ يبقى انا هنا اقدر امثل الدايره اللي كان عندنا اللي فاتت دي، لو جات لك حاجه زي كده تبقى انت عارف ان الدايره دي مكونه باثنين اند جيت. الاند جيت الاولانيه الانبوتس بتوعها الاي والدي، الاند جيت الثانيه الانبوتس بتاعها السي والدي، وبعد كده الاول بتاع الاند جيتس دول داخل على اور جيت. ليه؟ لان اكبر من او يساوي واحد. وبعد كده الاول بتاعك هنا مفيش اي حاجه عليها، مفيش انفرتر، مفيش اي حاجه، تمام؟ لو في انفرتر هتلاقي في شرطه مايله كده، تمام؟ ده اسمه ايه؟ التمثيل بحاجه اسمها اي ان اس اي ستاندرد ريكتانجل سيمبل. يبقى احنا الطبيعي بتاعنا ان انا بمثل بمين؟ بالجيتس اللي هو بالمنظر ده اللي هي لوجيك جيتس. الاستيج الاولانيه تبقى اند، الاستيج الثانيه اور، تمام؟ اسمه اند اور لوجيك، تمام كده؟ انتوا فهمتوا احنا بنعمل ايه؟ ان انا بمثل محاضره النهارده بمثل سم اوف برودكت اكسبريشن اس او بي اكسبريشن بالاند اور لوجيك جيتس. الاستيج الاولانيه تبقى ايه؟ اند جيت. الكلام مش جديد، ده نفس اللي احنا كنا بنعمله الفتره اللي فاتت كلها، بس احنا ادينا له مسمى. السجن الاولانيه تبقى ايه؟ اند جيتس. السجن الثانيه
اور بي. طيب طبيعي ان احنا لما بنعمل اي حاجه زي كده بنعمل ايه؟ بنجيب له التوستيبل بتاعه. عندك الانبوتس اللي عندك بتشوف الفانكشن بتاع كل ديل وبعد كده الاوتبوت بتاعه. لحد هنا برده مش جديد، كل ده كلام قديم. طيب تعالى ناخد اكزامبل كده ونشوف ايه الدنيا. بيقول لك ان اسيرتين كيميكال بروسيسنج بلانت، في بيسموها ايه بلانت اللي هي زي محطة توليد او محطة توزيع اللي هي بتاعت الكهرباء والكلام ده كله. ففي هنا ايه؟ كيميكال بروسيسنج بلانت، تمام؟ الليكويد كيميكال السائل الكيميائي ده از يوزد ان مانيفاكشرينج، في عملية تصنيع مانيفاكشرينج بروسيس. ذا كيميكال از ستورد ان 3 ديفرنت تانكس، يعني السائل الكيميائي ده متخزن في 3 تانكات مختلفة. A level sensor in each tank. A level sensor، في عندك sensor بيقيس الليفل في كل تانك. Produces high، بيطلع واحد، يعني السنسور راكب على كل ليفل، على كل التانك بيقيس الليفل بتاع السائل، ماشي، مستوى السائل، وبيطلع لي السنسور ده واحد هاي. When the level of the chemical in the tank drops below a specified point، يعني لما يقل عن نقطة معينة يحصل ايه؟ يعني انا مثلا عندي ادي التانك اهو، وراكب عندي على التانك ده سنسور، السنسور ده بيقيس ارتفاع السائل. فسي هنا كل ده السائل ايه؟ عمال الارتفاع ده في المعقول، وافترضت ان انا عامل هنا مثلا كده ثريشولد. ثريشولد ده معناه ايه؟ نقطة معينة بيقارن بيها. فالنقطة دي زي المثال اللي كان جالكم في المتر، ان ده لو قل مثلا عن الربع، يعني الربع ده هو الثريشولد اللي بيقارن بيه، لو قل عن الربع ده تمام هيديك ايه؟ هيديك انذار. الانذار ده معناه ايه؟ ان السنسور بيطلع لك واحد. يعني فوق العلامة او الحد ده او الثريشولد ده السنسور بيطلع ايه؟ زيرو. السائل قل عن العلامة دي هيديني ايه؟ هيطلع لي واحد. ده الكلمتين اللي هو قالهم فوق. قال لك ديزاين ا سيركت، صمم دايرة ذات مونيتورز، هتتابع او هتراقب الكيميكال ليفل، مستوى السائل ان اتش تانك، في كل تانك. والانديكيتس تشير وين ذا ليفل ان اني تو تانكس، شوف الكلام ده، ان اني تو تانكس، في اي اثنين من التانكات دروبس بيلو سبيسيفايد بوينت. هي نفس فكره تقريبا مين مساله المتر، ان انت عندك ثلاث تانكات وبيقول لك عايز يتابع مستوى السائل في التانكات الثلاثه. لو واحد واحد ولا اثنين، وقال لك هنا ليه؟ وين ليفل ان اني اي من اثنين من التانكات دروبس بلو اند اوفر اند اوفر. ليه؟ انا عايز اتاكد من ايه؟ من حصل عندي اثنين، صح؟ يبقى انا عندي، هفترض ان عندي التانك الاولاني ايه؟ التانك الثاني بي، التانك الثالث سي. السنسور بتاع التانك الاولاني ايه؟ السنسور بتاع التانك الثاني بي، السنسور بتاع التانك الثالث سي. هو طالب ايه؟ ان انا هتابع او هامونيتور مستوى السائل في التانكات الثلاثه. لو ارتفاع السائل في اي تانكين، في اي تانكين قل عن النقطه دي او الثريشولد ده هيديني ايه؟ هيديني واحد، صح؟ يبقى انا ساعتها هعمل ايه؟ السنسور بتاع كل ليفل بيطلع لي واحد لو قل عن نقطه. ايه الحاجه اللي هتخليني اقارن ما بين الاثنين واتاكد ان المستوى في الاثنين نزل؟ ركز معايا كده. ايه ده ورا؟ يبقى ان اي بي، ان اي سي، اند بي سي. يبقى عندي كام ان؟ ثلاثه ان. وبعد كده هعمل اورنج ما بينهم الثاني. يعني انا بالنسبه لي كانها الشكل ده. انا عندي السنسور اللي طالع من اي، والسنسور اللي طالع من بي، والسنسور اللي طالع من السي. احنا قلنا هنعملهم ازاي؟
هقارن ما بين ايه؟ كل اتنين مختلفين مع بعض، قال لك ايه؟ any of each. يبقى ال A وال B. تاني مرة ال A وال C. تالت مرة ال B وال C. وبعد كده طلعت الأول بتاعهم هاخده على مين؟ على هول بيت. حد عنده مشكلة في اللي احنا قلناه ده؟ ولا سهلة؟ تعالوا نشوف مسألة تانية. هنشوف الأول هنا قال لك إيه؟ هنتكلم عن الـ AND OR INVERTER logic. هو القديم بس هحط له في الأول بيت إيه؟ INVERTER. يبقى هو نفس القديم كله، جيت في الآخر حطيت له مين؟ INVERTER. هيبقى شكله نفس الفكرة لو أنا هشتغل على الـ ANSI standard، والأول بتاعه هيبقى فيه إيه؟ INVERTER. لو حضرتك لو هي نفس الرسمة دي بس الـ INVERTER على الـ NAND. لا الـ NAND logic لسه مش واضح. معرفة إيه؟ احنا النهارده بنتكلم عن اند اور لوجيك. اند اور انفرتر، احط على اند اور لوجيك في الاخر ايه؟ انفرتر. ساعتها الـ NSI بتاعه هيبقى فيه العلامه اللي هي دي تمام، اللي هي بتتكلم على مين؟ على الانفرتر. طيب مثال تاني، قال لك هو المثال اللي فات بس عايز ايه؟ السنسورز ان ذا كيميكال تانك في اكزامبل 5.1 اللي فات احنا شارحينه are being replaced by a new model that produces low voltage. اللي هناك كان بيطلع ايه؟ واحد. instead of high voltage. when the level of the chemical tank in the tank drops below the critical voltage. عدل modify the circuit in the solution اللي فات to operate with different input levels and still produce high output. وتفضل بتطلع هاي اوت تو اكتيفيت ذا انديكيتور وين ذا ليفل ان اني اوف ذا تو تانكس دروبس بيلو ذا كريتيكال بوينت. كل الفكره في ايه؟ هو اللي فات هعمل فيه ايه؟ الاثنين دول ده بيطلع زيرو ده بيطلع زيرو، ادخله على الانديكيت هيطلع لي ايه؟ زيرو. ده نفس الفكره طلع لي زيرو، نفس الفكره هيطلع لي زيرو، وفي الاخر هحط له ايه؟ انفرتر. صح؟ يعني لو واحد فيهم واحد والتاني بزيرو مش هشتغل. صح؟ هي الاند جيت هنا دي بتطلع لك يا اما الاثنين وحايد يا اما الاثنين اصفار. لو الاثنين بوحايد معنى كده ان الاثنين ليفل اعلى من مين؟ اعلى من كريتيكال بول. الاثنين اصفار يبقى اقل من ايه؟ من كريتيكال بول. لو الاثنين اصفار هيطلع هنا ايه؟ صفر، والباقي هيطلع ايه؟ تاني لو دول بس اللي قال وده لسه زي ما هو دول كده هيطلع لي صفر وده لا صفر. ما هو ده بيطلع صفر وده بيطلع صفر. هو قال لك انا بدلت السنسور بدل ما كان بيطلع واحد خليته بنوع جديد بيطلع صفر. هو عدد هنا قال ايه؟ قال بيطلع واحد طالما التانك ذات نفسه مليان. لو مليان بيطلع واحد، لو اقل من السليشن بيطلع صفر. يعني هو كده بيقول ايه؟ طالما عندي تانك مليان فانت ما تطلعليش حاجه تسيب الكهرباء زي ما هي. انا عايز الانديكيتور ده يوصل له هنا واحد. هنا في الاخر ده مين؟ ده اور جيت صح؟ تمام؟ أنا عايز اللي يطلع لي هنا إيه؟ واحد. واحد إمتى بقى؟ ماشي ما هو طلع لي هنا زيرو بعد الأورجيت. الإنفرتر عملت له إيه؟ أيوه. قال لك تعالى نرجع للمثال اللي فات الأول. يعني لازم يكون كلهم أقل من حد صح؟ المثال هنا كان بيقول لك إيه عشان بس ما يحصلش لخبطة. المثال هنا كان بيقول لك إيه؟ عندك تلات تانكات. كل تانك متوصل عليه سنسور. السنسور بيقيس إيه؟ ارتفاع الليفل. مستوى السائل صح كده؟ السنسور ده بيقول لك ان هو بيطلع 1 لما ارتفاع السائل ده يقل عن الثريشولد بتاعه. ماشي؟ يبقى انا عندك هنا 1 و 1 لو دول اللي ايه؟ اللي فيهم مستوى السائل قل هيطلع لي هنا ايه؟ 1 والباقي اصفار. لما اعمل له بورنج هيطلع لي هنا 1. يبقى الليفل انديكيتور ده هيطلع مثلا لو ده كان سرينا او اي حاجه او بيب او كلام من ده او حتى ليد إضاءة يعني
هيطلع لي هنا انديكيشن صح؟ تمام. هو عايز نعمل نفس القصه دي في المثال الثاني مع اختلاف ان السنسور غير من بيطلع واحد بيطلع ايه؟ زيرو. عايز الليفل انديكيتور هنا يبقى بواحد لما مين؟ لما مستوى السائل يقل عن مين؟ عن قيمه معينه اللي هي الثريشولد. فكل الفكره عندك هو ايه؟ هو نفس الديزاين القديم بس احط له انفرتر. مش هتفرق. ايوه بالظبط، هيوصل لي هنا زيرو ده هيجيب لي واحد. يبقى انا عندي دلوقتي في عندي حاجه اسمها اند اور لوجيك وفي عندي حاجه اسمها اند اور انفرتر لوجيك. طب في عندي حاجه ثانيه اسمها ايه؟ اكسكلوسيف اور لوجيك. ايه هو الاكسكلوسيف اور؟ اللي هو الاكس اور. الاكس اور ده الشكل بتاعه صح؟ الاكس اور لوجيك ده عباره عن ايه؟ احنا اتفقنا لو دخل له الاثنين ينبس دول متشابهين هيطلع لي زيرو، مختلفين هيطلع لي صح كده؟ دي لما فكناها معادله الاكس اور كانت بتساوي ايه؟ A اند B بار اور A بار اند B. فاكرين المعادله دي؟ دي كانت معادله الاكس اور شرحناها في اول محاضره خالص. دي لو همثلها في الاند اور لوجيك هي عباره عن ايه؟ A اندنج مع B انفرتد اورنج مع ايه انفرتد اندنج مع مين؟ مع البي. ادي الاند وادي الاور. في انفرتر مره على البي مع الاي ومره ثانيه الاي انفرتد مع البي. يبقى احنا دلوقتي نمشي واحده واحده. اول طريقه في التمثيل اللي هي الاند اور لوجيك. ثاني طريقه في التمثيل عندي حاجه اسمها ايه؟ اكسكلوسيف اور لوجيك. في طريقه ثالثه اسمها الناند ناند لوجيك، دي هنشرحها المحاضره اللي جايه. طبعا احنا هنا لو تفتكروا كان التروث تيبل بتاعنا اللي هو ايه؟ اثنين متشابهين بصفر، اثنين مختلفين واحد. طيب تعالوا نشوف كده مثال على الاكس اور لوجيك بتاعنا. بيقول لك يوز الاكسكلوسيف اور جيتس تو امبلمنت ان ايفن باريتي كود جنريتور فور ان اوريجينال 4 بيت كود. تعالوا الاول نتكلم يعني ايه باريتي تشيك. باريتي تشيك ده ان انا ببعت داتا بطريقه ما ايا كانت الطريقه اللي انا هبعتها، فاجي عند الريسيفر عايز اتاكد ان الداتا اللي انا بعتها او اللي استقبلتها بقى استقبلتها الداتا دي مظبوطه او مش مظبوطه. فدي بعملها ازاي؟ في عندنا نوعين من الباريتي، حاجه اسمها اود باريتي وحاجه اسمها ايفن باريتي. سواء الاود باريتي او الايفن باريتي معناهم ايه؟ معناهم عدد الوحايد اللي موجود في الرساله. يعني ايه؟ انا هنا هستقبل، مش هستقبل هو ده، ده اللي انا استقبلته، الاي والبي اللي هو من اي نوت لاي ثلاثة، دول كده ايه؟ اربعة بيت كود. يعني انا وصل لي ايه؟ الرساله اللي وصلت لي عند الريسيفر اربعة بيتس. دول البيتس دول ايه؟ وحايد وصفار. الرساله اللي جت عند الريسيفر دي، الريسيفر بيعرف منين الرساله اللي جات له دي صح ولا غلط. في حاجه اسمها ايفن باريتي واود باريتي، وهو بيبعت الترانسميتر الرساله اللي بيبعتها بيحط اخر بايت خالص، بايت ده اللي هو كام؟ 8 بيتس. اخر بايت خالص حاجه اسمها الباريتي تشيك. فلو النظام شغال ايفن باريتي يبقى بيعمل ايه؟ بيعد عدد الوحايد الموجوده في الرساله بتاعتك. لو هي عدد زوجي بيبقى الايفن باريتي ده بكام؟ بواحد. لو هي عدد فردي بيبقى الايه؟ الباريتي ده بكام؟ بزيرو. طب افرض العكس، لو هي اود نفس الفكره، بيعد عدد الوحايد. لو هي عدد الوحايد بتاعتك اود، يبقى الاود باريتي ده بكام؟ بواحد. لا اعكس بقى، انت شغال ايفن ولا اود؟ اود يبقى عدد الوحيد، لو فردي يبقى بواحد. العكس بتاعها ايه؟ العكس بتاعها الزيرو. يعني انت لو شغال ايفن يبقى انا عايز عدد الوحيد اللي في الرساله يبقى مين؟ يبقى زوجي ايفن. لو انا شغال اود باريتي يبقى انا عايز عدد الرسائل الموجود، عدد الوحيد الموجوده في الرساله بتاعتي تبقى ايه؟ تبقى فردي. فاهم؟ طيب يبقى احنا عرفنا الاول يعني ايه باريتي. هو هنا عايزك تصمم تيمبلمنت باستخدام الاكسكلوسيف اور جيتس
تيمبلمنت ايفن ايه فاليتي كود بتاع مين؟ بتاع رساله مكونه من 4 بتس. طيب الرساله اللي عندك دول احنا محتاجين ايفن باريتي بمعناها ايه؟ معناها ايه؟ مثلا زي مثلا المرسوم ده معناها ايه؟ معناها ان انا عايز اشوف عدد الوحيد اللي عندي. يعني ايه عدد الوحيد اللي عندي؟ يعني كم بوابه شغاله، كم بوابه عدد، يعني مثلا مش فاهم المختلفين. ايوه التلاته جمع. بص يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو انا افترضت ان انا عندي واحد 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 راح علينا واحد 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 صح؟ في الحاله دي يبقى انا هنا متشابهين طلع لي زيرو، متشابهين طلع لي ايه؟ زيرو. متشابهين تاني طلع لي ايه؟ زيرو. تمام كده؟ طيب لو انا عندي واحد فيهم قد طلع واحد طلع واحد يبقى انا في الحاله دي ده متشابه طلع لي هنا ايه؟ زيرو. ده مختلف طلع لي هنا واحد طلع لي واحد. يبقى انا في غلطه انا قلتها في الكلام اللي انا بقوله، ان انا الايفن باريتي بتاعي ده عايز يشيك على عدد الوحيد ده حقيقي تمام، بس الفكره كلها ان هو لو ايفن هيطلع ايه لو جود هيطلع ايه. لو ايفن يبقى انا شغال على مين؟ لا شغال على المتشابه صح؟ يعني انا ايفن عندي لو انا عندي دول متشابهين طلع لي ايه؟ زيرو. ده كده مختلفين طلع لي ايه؟ واحد. دول مختلفين طلع لي هنا ايه؟ واحد صح؟ يبقى معنى كده ان هو ايه؟ قد صح؟ يعني عدد الوحيد فردي صح؟ يبقى معنى كده طالما هم عدد الوحيد فردي يبقى الايفن باريتي لو عدد الوحيد ده فردي بيطلع لي ايه؟ واحد. لو عدد الوحيد زوجي بيطلع لي ايه؟ صفر. يبقى انت خد الباريتي عموما عدد الوحيد لو فردي هيطلع واحد لو زوجي هيطلع ايه؟ زيرو. ليه؟ جايه منين؟ من التماثل. ليه تماثل؟ انت واخد كل جيت ليها اتنين انبوتس صح؟ الاتنين انبوتس اللي عندك دول متشابهين هيطلع صفر، مختلفين هيطلع واحد. فلو الباريتي بتاعك طلع لك واحد يبقى معنى كده ان ايه؟ ان الارقام دي كانت مختلفه، يعني الارقام دي كانت ايه؟ كانت فرديه. طب لو هما متشابهين معنى كده ان هما ايه؟ زوجي. ما هو لو انت عندك عدد لو عندك البيتس دول اربع اصفار هيطلع زيرو. ليه؟ لان انا ما عندكش ولا واحد. لو طلع عندك واحد بس ده فردي هطلع واحد. لو طلع واحدين ايا كان ترتيبهم فين وصفرين هيطلع لك ايه؟ صفر. تمام؟ هيطلع زيرو لان هنا هم مختلفين هنا مختلفين بس هنا متشابهين. لو هنا واحد وصفر طلع لك هنا واحد، واحد وصفر طلع لك هنا واحد، واحد وواحد متشابهين طلع لك صفر. فيبقى انت عندك الايفن باريتي او الاود باريتي، سيبك من كلمه ايفن او اود، هي الفكره كلها عندك كام بت كام ديجيت وابتدي اشتغل عليهم. تمام؟ الكام ديجيت دول المتماثل بصفر والمختلف بواحد. واجي في الاخر لو ايفن يبقى انا عارف ان الباريتي هيطلع عندي كام؟ بصفر. لو اود يبقى الباريتي هيطلع بكام؟ واحد. يبقى الباريتي ده عموما ده بيعد عدد الوحيد. تمام كده؟ لو الباريتي ده طلع لي زيرو يبقى عارف ان هو ايه؟ ان العدد الوحيد الموجود في الرساله زيرو. لا مش زيرو، ايفن زوجي. لو عدد الوحيد الموجوده في الرساله اود هيطلع لي هنا ايه؟ واحد. فهمنا القصه ماشيه ازاي؟ ايوه. طب ده كده كان في الايفن. طب لو انا عايز اقيس لو عايز اشتغل على مين؟ على خمسة بيتس. تمام؟ كل القصة ان انا ايه؟ ازود بيت زيادة. بيكسور بيه ايه؟ بيكسور بيت زيادة. ده انا كده عندي يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة وزودت عليهم ايه؟ واحد. ايه؟ طالما قال لي ايه من هنا يبقى الدخل اللي داخل هنا زيرو. ايه من فين؟ ده هنا عارف هو هنا عمل ايه؟
هو دي كده كانت في مين؟ دي في الريسيفر مش في الترانسميتر. انا كنت بعمل لك الاول لو 5 بت ما جتش جنب البلازما ليه؟ تمام. لو قلت 5 بت، 5 بت عمل ايه؟ 5 بت زودت البت الزياده والاكس اور زياده. تمام؟ طيب لو انا عايز بقى في الريسيفر اللي انا كنت بعمله في الجنريتور، يعني انا ايه؟ يعني انا هنا في الترانسميتر انا عملت جنريت ليه؟ لحاجه اسمها الباريتي تشيك اللي انا هبعته مع الرساله. تمام؟ نفس الباريتي تشيك ده موجود فين؟ لما انا بستقبل الرساله اللي موجود في اخر بايت باخده اقارنه مع مين؟ مع الرساله. يعني لما جيت هنا في الريسيفر بقى خدت الايفن باريتي بت دي اللي انا طلعت سواء واحد او زيرو قارنتها مع مين؟ مع الرساله اللي جايه واشوف الايرور اللي طالع لي هنا في ايرور ولا لا. المفروض هنا لما اعمل كده المفروض هنا يطلع كام؟ لا تفرق استناني طلع لي هنا الرقم اللي اخد احنا حطينا الكومباينيشنز المختلفه. يعني ايا كان الكومباينيشنز اللي عندك هنا الايفن باريتي المفروض يطلع لك كام؟ صح كده؟ زيرو. باجي هنا الزيرو ده هقارنه مع الزيرو متشابهين متشابهين يطلع زيرو. طيب لو طلع لي هنا القيمه دي كانت قيمه والقيمه بتاعت البريد تشيك كانت قيمه ثانيه، الايرور حصل ايرور ولا ما حصلش؟ يعني انا عملت وانا ببعت الرساله طلع لي الايفن بريد بزيرو. تمام؟ بس لما جيت استقبلت لقيت ان الايه؟ البيت بتاعت الايفن بريد دي كانت بكام؟ بواحد. صح كده؟ فلما اقارن دي مع دي هيطلع لي ايرور في ايرور ولا مفيش؟ هفترض عشان ايه نكون واحده واحده. ثواني يا شباب ثواني. هفترض دي وانا الرساله دي هبعتها في الترانسميتر. فانا ببعت دي في الترانسميتر بعمل لها ايه؟ جنريشن للايه؟ للايفن باريتي بتاعتها. طب لما اعمل جنريشن ايفن باريتي ادي هنا واحد وصفر. شايفين مختلفين واحد واحد وصفر واحد يبقى هنا واحد وواحد يبقى هنا يطلع لي كام؟ يبقى الايفن باريتي تشيك بتاعها كام؟ زيرو. لما جيت ابعت الكلام ده وراح للريسيفر فلما جيت ابعت للريسيفر ايه وصل له واحد 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 زيرو وزيرو وصل له الرساله دي زيرو واحد 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 وزيرو دي الرساله اللي وصلت مين؟ للريسيفر. تمام كده؟ فهاجي اعمل ايه؟ هحط واحد 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 زيرو. فدي تعملها ازاي؟ اهي واحد 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 ثواني معاك زيرو واحط الايفن هنا بكام؟ زيرو. واحد زيرو زيرو واحد. ايوه انا بقول لك دي اللي انت بعتها. لا الواحده دي لما وصلت الريسيفر وصلت له كده فالريسيفر عايز يتاكد ان الرساله دي مظبوطه صح ولا غلط. فبيعمل ايه؟ بيقارن الرساله مع الايفن باريتي بتاعتها. فالايفن باريتي اهي والرساله اهي ادي الاي نوت الاي واحد الاي اثنين الاي ثلاثة دول كده هيطلعوا لك كام؟ واحد واحد هيطلع لك زيرو واحد مختلفين ولا مش مختلفين؟ مختلفين طلع لي واحد. لما تيجي هنا تبص واحد وزيرو طلع لك ايه؟ ان في ايرور. صح؟ يبقى اللي احنا بنعمله ده احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل ديزاين لدايره. ايه الدايره اللي احنا بنعملها؟ انا بعمل حاجه اسمها باريتي تشيك. يعني ايه باريتي تشيك؟ باريتي تشيك دي يعني انا ببعت رساله من ترانسميتر للمرسل للمستقبل للريسيفر. الرساله دي لما انا ببعتها المفروض بحط معاها حاجه اتاكد منها لما توصل الرساله للريسيفر الرساله الموجوده دي والربط دي حصل فيها مشكله ولا زال بعتت لك ايه للريسيفر استلمتها صح. لو استلمتها صح خلاص اشتغل عليها، بس استلمتها غلط يعني الداتا دي كوربت يبقى بتلغيها وترجع تستخدمها دي. طيب الدايره دي اللي احنا بنعملها دي اسمها ايه؟ باريتي تشيك. بعملها ازاي؟ الباريتي بيقيس عدد الوحايد الموجوده في الدايره. ان انا وانا ببعت عند الترانسميتر هفترض ان دي الرساله الموجوده لو استقبلتها زي ما هي 1 0 1 0
والبارت شيب زيرو هيطلع لي هنا ان مفيش ايرور. ليه؟ لان انا لو استقبلتها صح هتبقى جايه كده، هيبقى واحد زيرو واحد زيرو، فهيجي لك هنا واحد زيرو واحد زيرو. هنا دول واحد زيرو واحد زيرو مختلفين بواحد، وهنا واحد زيرو واحد زيرو مختلفين بواحد، واحد وواحد يطلع لك ايه؟ زيرو. طب الزيرو مع مع الزيرو يطلع لك كام؟ يطلع لك زيرو، يبقى مفيش ايرور. فهمتوا احنا بنعمل ايه؟ احنا بنمثل حاجه اسمها الاكس اور لوجيك. اكتر تطبيق مشهور على الاكس اور لوجيك اللي هو مين؟ الباريتي تشيك. الباريتي تشيك معناه عدد الوحايد الموجود في الرساله. لو طلع عدد الوحايد الموجود في الرساله ده فردي فبيديك واحد، لو عدد الوحايد الموجود في الرساله الزوجي بيديك زيرو. سيبنا بقى الكلمتين اللي كانوا مكتوبين دول، تمام كده؟ سيبنا من ايفن وود. عدد الرساله عدد الوحايد الموجود في الرساله فردي الناتج واحد، عدد الوحايد الموجود في الرساله زوجي ايفن يديك صفر. فانت في الترانسميتر بعت دي، بعت الكود ده نوت بي 3 عشان ابعته بعمل له حاجه اسمها ايه؟ باريتي جينيريتور. الباريتي جينيريتور ده بولده ازاي؟ عن طريق الشكل ده، ان كل اثنين بيتس متتاليين بعمل لهم اكس اور مع بعض، وبعد كده ده الاستيشن الاولانيه، وبعد كده الاول بتاعهم اعمل له اكس اور تاني شبه اللي كتبته في الميد تيرم زي ما كان احمد بيقول. تمام؟ ولدت مين؟ الباريتي تشيك. الباريتي تشيك ده ببعته اخر بايت او اخر بيت على حسب انا شغال ايه، تمام؟ هنا في الحاله دي هو بيت واحد. بس في سيستمز ثانيه بيبقى باعت كذا رساله، فبعت بجمع الباريتيز دي كلها وبعتها على انها بايت. هنفترض ان انا هنا في الحاله بتاعتنا دي انا شغال على ايه؟ على بيت واحد. يبقى بعد كل فريم ببعت ايه؟ ببعت بيت واحد. البيت الواحده دي تمثل لي مين؟ الباريتي تشيك. فبتوصل للريسيفر بياخد هو الداتا دي يولد، بص يولد الباريتي بتاعها، ثم ياخد النتيجه بتاعت الباريتي يقارنه بالباريتي اللي انا بعته كترانسميتر. وده اللي حصل هنا، اللي هو هنا اللي هو عمل ايه؟ خد الداتا بتاعتي المبعوته ولد لها الباريتي بتاعها، وصل لحد هنا اللي هو ده. يبقى ده كده الباريتي اللي جنريتد من الرساله المستقبله، ثم بعد كده عملوا مقارنه مع مين؟ مع الباريتي المبعوته. فطلع في ايرور في الرساله ولا لو في ايرور يبقى الرساله دي كوربت باظت يعني، تمام؟ فبيعمل لها اجنور، بيلغيها خالص ويرجع يستخدمها من جديد. طيب لو الرساله دي مظبوطه خلاص هو استخدمها اشتغل عليها. فهمنا؟ طيب في عندي حاجة اسمها ايه؟ اكسكلوسيف نور لوجيك. هو اللي فات بس معمول له انفرتر. اهو الاكس اور وبعدها ايه؟ انفرتر. لو تفتكروا احنا في المحاضرة بتاعت الأولى أو اللي بعدها كده لما عملنا تبسيط ليها وصلنا إن احنا كان عندنا ايه؟ الاكس اور كان ايه؟ دي بار اور بي بار اي، اي بي بار اور اي بار بي، صح؟ ده الاكس اور. الاكس اور بتاعتها لما احنا استنتجناها كانت ايه؟ اي بار بي بار اور اي بي. فلما نيجي نمثلها بالاند اور لوجيك هيبقى هي كمان الشكل ده، اللي هي اثنين اند جيت، اي انفرتد اندنج مع دي انفرتد، والاي من غير انفرتر مضروب في البي من غير انفرتر، وبعد كده نعمل لهم ايه؟ اور. تمام؟ في عندي بقى implementing in combinational logic. عندك معادلة، اللي احنا الكلام ده برضو احنا اتكلمنا فيه كتير قبل كده ورسناه، بس ايه نرجع تاني الكلام. هفترض ان انت عندك simulation بالمنظر ده، x هيساوي ايه؟ b pouring c d e. عندك كام variable؟ خمسة صح؟
الخمسه دول A و B و C و D و E. عندي هنا اقدر امثل ده بكام جيت؟ ثلاثة. اول جيت عندي اندنج ما بين السي والدي والاي، وعندي جيت الثانيه اندنج ما بين الاي والبي، وبعد كده بقول معمولهم ايه؟ اورنج مع بعض. يبقى انا هنا ده السي والدي والاي معمول له اندنج، والاي والبي معمول له اندنج، وبعد كده اثنين جيتس دي اند جيت ودي اند جيت، وبعد كده معمول لهم اورنج ايه؟ بجيت واحد. فانا لو همثلها همثلها بمين؟ بالمنظر ده. تمام كده؟ طيب حاجه بالمنظر ده، في طريقتين للتمثيل، طريقه ان انا افك المواعيد وطريقه قبل ما افك. لو فكيت هيبقى اسمه ميكس ريشن عادي. ايوه بتاعت A B C دي بار اورنج A B E F. ده انا عندي كده في الحاله دي هيبقوا كام اند جيت؟ لو فكيت هيبقى ثلاثه. لو فكيت هيبقوا اثنين اند جيت وواحده بور، وممكن شويه انفرتر طبعا، ممكن واحده بور. طيب لو انا قبل ما افك تعال ناخدهم واحده واحده، ادي اند جو اللي هي دي اف، والاند سي دي بار ادي كده اتنين اند جيت، واور جيت ادي كده ثلاثه، كل ده معمول له اند مع الاي بي اربعه. وفي طبعا معايا ايه؟ واحده انفرتر. فدي لو جيت انا اشتغلها، بص بقى انا الاول قلت لك ايه؟ الاي والاف معمول لهم اند، والسي والدي بار معمول لهم اند طبعا ايه؟ بعد الانفرتر. بعد كده دول عملت لهم اورنج طلع لي السي دي بار اورنج الاي اف. بعد كده الناتج بتاع دول معمول له اندنج مع مين؟ الاي اف. يبقى انا كده عندي كام جيت؟ دي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. دي جت لكم فين الكتاب؟ بس كان حاجه شبهها. هي دي. لا 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 في واحده بيفور هي نفس الفكره. بيفور اس او بي اكسبريشن، وقلت لك لما دخلت قلت لك ما تفكش. طب هي دي تاني. هقول ايه؟ انت ايه سؤالك كده؟ يعني هناخد الحاجات اللي قدام؟ يا بنتي ده تطبيق. يعني اللي فات ده الكلام ده ما قلناهوش قبل كده مع بعض؟ قلناه ولا ما قلناهوش؟ طيب؟ السكند امبلمنتيشن ان انا ايه؟ ان انا فكيت. بقى ايه؟ اس او بي. طالما فكيت خلاص بقى عندي ايه؟ اند جيت، اند جيت ومعايا الانفرتر بتاعي. ما هي دي طريقه ودي طريقه، دي طريقه تمثيل ودي طريقه تمثيل. ما حدش قال لك بص، نقول طريقه تمثيل. تمام. طبعا سهل قوي بقى عندك القصه دي، اجيب لها التروستبل بتاعها زي ما اتعلمنا الاي والبي والسي او الانبوتس عموما، واجيب الاول بتاعك وابقى عارف انا عندي هنا كام ايه؟ كام من ترم. حد عنده مشاكل في الكلام ده؟ طيب المره دي بقى جات لك بالعكس، جاي لك تروس تيبل وقال لك ديزاين لوجيك سيركت تو امبلمنت ذا اوبريشن سبيسيفايد باي تروس تيبل. اتفقنا بعمل ايه؟ بروح اخد الاول اشوف كل اول واحد امتى واشوف المين ترم المقابل ليه. صح؟ ده هي واحد هنا واحد هنا واحد ده كده اي بار بي سي. تعالى هنا A دي بار C هنا A لا دي A بي سي بار. يبقى دي الفانكشن بتاعتي النهائية. يبقى أنا عندي هنا من قبل ما أبص عندي كام جيت؟ أدي أند 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 ثلاثة أند جيت واحدة أور، وعندي كام انفرتر؟ واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة وور جيت واحدة وثلاثة إيه؟ كل ده يعتبر احنا بنراجع على القديم. لغايه دلوقتي انا ايه؟ ما عملتش حاجه جديده غير ان انا اديتك مسميات. صح كده؟ ان انا قلت لك ده اسمه كذا. بس هو هو التطبيق القديم. الجديد في المحاضره لغايه دلوقتي الاي ان اس اي اللي هو الاي ان اس اي ريكتانجل بس. ده الحاجه الوحيده الجديده في المحاضره لغايه دلوقتي. كل اللي فات قديم. طيب مثال تاني دي فوليوم لوجيك سيركت ويز فور انبوتس. يبقى انا عندي اي بي سي دي انبوت فاريبلز ذات ويل اونلي بروديوس 1 هتطلع لي واحد في الاوتبوت وين اكزاكتلي 3 انبوت فاريبلز ار 1. وكان في ثلاثه
يبقى من الاخر بيقول لك ايه الاحتمالات الممكنه ان عندك ثلاثه فاريبلز بس من ترو ستيبل كلهم يساوي واحد، يا اما البي والسي والدي يساوي واحد، يا اما اي سي دي، يا اما اي بي دي، يا اما اي بي سي. عندي حاجه زي كده صح؟ خلاص دول ابتدي اعمل ايه؟ الكومبينيشن ساعتهم هجيب المنتر اي بار بي سي دي، اي بي بار سي دي، اي بي سي بار دي، اي بي سي دي بار. يبقى دي كده مين؟ الفانكشن اللي هي بتاعتي صح؟ سيبنا من ده، سيبنا من ده. هو قال لك هنا بص هو مش مديك حاجه، مش مديك حاجه خالص، انسى الجدول ده نهائي. هو مش مديك حاجه، هو قال لك ايه؟ قال لك ديزاين سيركت، لوجيك سيركت، تطلع لي الاوتبوت واحد لما يكون ثلاثه فاريبلز من الاربعه بواحد. ايه الاحتمالات الممكنه عندك؟ يا اما البي والسي والدي بواحد، يا اما بالظبط كل مره اخلي واحد بصفر. فهنا راح جاي ايه اللي هو بيحل السؤال ده، عمل حركه شيك قوي، راح اعملها دياجونال عشان ما يغلطش. العنصر الاولاني بصفر، مره العنصر الثاني بصفر، مره الفاريبل الثالث بصفر، مره الفاريبل الرابع بصفر، وده واحد. وهتبقى ايه؟ الاول بتاعك جبت الداله الانترنس بتاعتك جمعها، بقت عندك هنا عايز يمثلها. عندك هنا كام جيت؟ ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه، اربعه عند جيت بواحدة اور، وكان انفرتر واحد اثنين ثلاثه اربعه تمام. تعالوا نشوف شكلها، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه اند جيت وواحده اور جيت واربعه انفرتر. الموضوع صعب. طيب بيقول لك ريديوس ذا كومبينيشنال لوجيك سيركت تو ا مينيمال فور. هنا بقى ابتدينا نعكس ان انا عندي الدايره وعايز ابسطها، فيعمل ايه؟ الدايره دي هبتدي اجيب المعادله بتاعتها. بجيبها ازاي؟ حد يقول لي؟ ايوه منين بقى؟ اول حاجه اقول اي بار بي بار سي بار. يبقى عندك هنا اي بار بي بار سي بار، دول معمول لهم اند، دول كده هنقول عليهم ايه؟ انفيرتر. بعد كده اند مع مين؟ مع السي. بعد كده اللي طالع من هنا اللي هو كان اي بار بي بار سي بار محمول له عليه بار، اورنج مع مين؟ مع الناتج اللي كان طالع من ده، اورنج مع دي. يعني الشكل بتاعنا حاجه خزعبليه بالمنظر ده كده. حاول المهم دي المفروض ان هي A B C تمام، A بار B بار C بار، وكلهم عليهم بار من مين؟ من الانفرتر. مضروبه في مين؟ مضروبه في السي. الاوت اللي طالع ده تمام معمول بورنج مع مين؟ مع الناتج الفعلي اللي هو A بار B بار C بار وكلهم عليهم بار. وبعد كده معمول بورنج مع مين؟ مع الـ مع الـ دي. فطلع لنا حاجه بالمنظر ده اللي هو ايه؟ هو كده خدت البار اللي فوق. هتقعد بقى انت تشتغلها بقى في بتاع فكها. هيبقى انت عندك اي بي سي معمول عليهم بار، هتفكها تمام. هتفكها ازاي؟ هو كان اصلا الاي والبي والسي عليهم بار، يعني اي بار سي بار. هتبقى اي بار اي بارين، دي عليهم بارين تمام؟ الاند اور والبي بارين، بعد كده الاند اور والسي بارين، بعد كده ده مضروب في مين؟ في السي. اورنج الاي بارين، اورنج الاي بارين، اورنج السي بارين، اورنج مع الدي تمام؟ تبتدي فوق البارين دول بيطيروا بيطيروا بعض، طالما عدد البارات زوجي بيطيروا بعض. يبقى هنا فاضل لك اي سي بي سي 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 اللي هي سي اي بي سي دي تمام كده؟ هنا اي سي بي سي سي اي بي سي، السي مع السي هي سي واحد تمام كده؟ تمام. يبقى انت فاضل لك اي بي دي اهو. هنا فاضل لك مين بقى؟ خد السي عامل مشترك، فاضل لك الاي بي مع الواحد، دول مع الواحد بواحد، يبقى فاضل لك اي بور بي بور سي بور دي.
يعني العك اللي فوق ده كله بقى ايه اوربت واحده بس. فمين عملت ايه ولا الناس واقعه؟ طيب دايره ثانيه بيقول لك مينيمايز ذا كومباينيشنال لوجيك سيركت اللي بالمنظر ده كده. بسطها فانت عندك حاجه بالمنظر ده هتعمل ايه؟ هتجيب المعادله بتاعتك هي اكس دي هتساوي ايه؟ A B بار C بار O A B C بار D بار O A بار B بار C بار O C بار D O A بار B بار C بار D. تجيب مين؟ تجيب المعادلة بتاعتك. جبت المعادلة بالمنظر ده عايز تشتغلها بولين براحتك، عايز تشتغلها كيمات براحتك، بس طبعا الأسهل مين؟ تعالوا نتكلم بقى على حاجة اسمها بلس ويف فورم اوبريشن. الشكل اللي احنا اتكلمنا عليه في اول محاضره خالص تمام، ان انا عندي دايره ايا كانت الدايره عباره عن ايه تمام، وابتدي ادخل لها مين؟ الاي والبي والسي. فانا هفترض ان انا عندي الاي والبي والسي بالمنظر ده، عايز اجيب مين؟ عايز اجيب قيمه الاكس النهائيه خلاص. فهبتدي اعمل ايه؟ اشتغل الاول اجيب كنترول واي كويف فورم صح؟ الواي تعال نمشي كده، الواي دي اللي هي ايه؟ او. هنمشي واحده واحده مع بعض كده لحد هنا تمام؟ زيرو اورنج مع الواحد واحد، زيرو اورنج مع الواحد بي سي. احنا عايزين قيمه الواي، احنا عايزين بي والسي صح؟ ادي هنا زيرو اورنج مع الواحد هيديني واحد، بعد كده زيرو اورنج مع الزيرو اديني زيرو، واحد اورنج مع الزيرو واحد، زيرو اورنج مع الزيرو زيرو، واحد اورنج مع الزيرو واحد، وهكذا تمشي لغايه لما تجيب مين؟ قيمه الواي كلها خلال الفتره دي كلها. بعد كده جبت قيمه الواي هعمل لها ايه؟ لاندنج مع مين؟ مع الايه؟ الواي بتاعتي دي لاندنج مع الايه؟ تعالى هنا الاول زيرو لاندنج مع زيرو واحد، في هنا بيريود صغيره اهي زيرو مع ال1 من واحد برضه تمام. طيب واحد مع واحد من زيرو، زيرو مع واحد من واحد، واحد مع واحد من زيرو، زيرو مع الواحد من واحد، واحد مع الواحد زيرو، زيرو مع الواحد بواحد، واحد وهكذا تمام. حته الويف فورم هي غلاستها في انك تمشي ديجيت ديجيت او بيريود بيريود او ستيب ستيب، لكن هي مش صعبه تمام. يعني انت الاول هتمشي هتجيب الواي الاول، جبت الواي هعمل الواي لاندنج مع الايه، جبت مين؟ جبت الاكس. يعني ايه بي بعد كده؟ يعني هاخد الاي والبي والسي اورنج مع بعض، جبت الواي فجبت الواي والفورم. بعد كده الواي والفورم دي اعمل لها لاندنج مع مين؟ مع الايه؟ جبت مين؟ الخلايا بتبقى عوض بقيه الخلايا بتبقى عوض فيها بسرعه. بالظبط. طيب عايز هنا بيقول لك درو تايمنج دايجرام فور ذا سيركت اللي هي موجوده قدام منك دي تمام؟ اللي عندك هنا الجي 2 والجي 3 اندنج والجي 1 بورنج ودول ايه؟ انفرتر. فانت عندك هنا الجي 2 اللي هي الاند اللي فوق دي داخل لها الاي والبي، الجي 3 داخل لها بي بار مع الاي بار، بعد كده الاوبوت اللي طالع ده مين؟ الاور. انتوا عارفين دي اللي هي مين؟ اكس مور اي بي اورنج اي بار بي بار. احنا لسه كنا مستنتجين معادلة اخر شويه، شايلين المعادلة اخر شويه. دكتور لو مش الباور جي 2 هيبقى بي ولا بي بار؟ فين ده؟ جي 2 اي والبي. فانت طلع لك ايه؟ اي بي اورنج اي بار بي بار. دي انت ممكن تجيبها على طول من هنا بمجرد النظر لو انت عينك جابت ان الاكس نور فعلا. فممكن تجيبها على طول من هنا من غير ما تخش بقى فيلم الهند ده كله. ازاي؟ احنا قلنا الاكس اور المتشابهين بزيرو ومختلفين بواحد. هنا ايه؟ متشابهين. هنا متشابهين بواحد ومختلفين بايه؟ بزيرو. فلو انت جيت عملتها من هنا هتخش على الاكس على طول، الاي والبي
دول هنا ايه مختلفين بديك زيرو مختلفين طيب ده لا هنا متشابهين زيرو زيرو واحد مختلفين مدين مختلفين يبقى انت كل الفكره انت تفضل ماشي معايا المتشابهين بواحد والمختلفين بزيرو دي كده ايه لو انت عايز تطبقها لو عايز تطبقها بقى والفور هتجيب الاول بتاع جي 2 لوحده اللي هو بتاع جي 3 لوحده وبعدين بعد كده تعمل لهم ايه فور مع بعض انت حاسس الموضوع غريب في الاول دي عشان تظبط معاك لازم تطبقها بايه هي مش صعبه فعليا لكن هي جلستها ان عينك تبقى ماشيه على البريود بس انا امشي كل بريود اشوف مين الانبوتس والانبوت الجيت اللي انا شغال عليها ايه والاول بتاعها بعمل ازاي وارسمها بيه دي محتاجه منك تمرين في البيت شويه بمجرد بس ان ايدك وعينك ياخدوا عليها عايزك ترسم الاوت اللي هنا الاكس داخل لك الشكل ده داخل لك مين الاي مره بواحد بعد كده نزل 0 1 نزل 0 طلع 1 وهنا 0 1 0 1 ايه كل السؤال عايز الاكس اهو يا ابني اهو درو ذا تايمينج دياجرام فور ذا سيركت ان ذا فيجر كذا شوينج ذا اوت اوف جي 1 جي 2 جي 3 اداك الدايره دي واداك الانبوتس الاي والبي اللي هو الفورم بتاع كل واحده فيهم ماشي هنا اي وبي داخلين على جي 2 اللي هي الان هنا جي 3 اي بار بي بار في جي 1 طالع لي مين اي بي اور اي بار بي بار الشكل ده اللي هو مين اكس نور لو انت طلب منك في السؤال زي ما هنا هو طالب ايه الاول بتاع جي 2 والاول بتاع جي 3 والاول اكس غالبا في السؤال لما انا بدي حاجه زي كده ما برخمش انا بجيب اخر واحد بس تمام ما اقعدش انا اقول لك هات لي ده وهات لي ده وهات لي ده وهات لي ده لا هجيب اخر ايه اخر اوت نهائي فانت هنا لو انت عارف ان جي اكس نور ممكن تجيبها على طول ترسم مين ترسم التايم دياجرام بتاع مين اكس اللي هو الفورم النهائي حد عنده سؤال؟ أنا كده خلصت معاك.